اولا بسم الله الرحمن الرحيم. كما نقول لك المقابله اليوم كما شفتوا هي باينه بريمي ماتش في الشامبيونا، ما يكونش الريتم طالع بزاف وراك عارف، والفريق تبدل قريب كيدير 20%. حنا الحمد لله اليوم اللاعبين كانوا رجال فوق ارضيه الميدان وين ادوا مقابله في القمه. نورمالمون اللي تفرجوا هنايا يعطونا الحق ويقولوا بلي اللاعبين داروا واش عليهم وداروا اكثر من اللي عليهم. راكم شفتوا الفريق يعاني، ما كانش امكانيات وما كان والو، وداك الشيء واللاعبين داروا مقابله في القمه. الله غالب، حنا كما نقول لك التحكيم هو اللي اثر على النتيجه تاع المقابله اليوم. على الاقل المقابله اليوم كنا قادرين نفوزوا بالنقاط ثلاث في الملعب تاعنا. الله غالب، كي تشوف لي زاربيت كيما هكا في استادنا ويحقرونا، تسمى الله غالب، حاجه فوق جهدنا. حنا ان شاء الله كيما يقول لك نتوما عن طريق الهداف وعن طريق الصحافه وعن طريق الاعلام يعطونا حقنا وينصفونا ويهضروا الحق واش شافوا اليوم. كيما يقول لك مهزله مهزله، وحنا عندنا ثقه في صادي اللي راه يهدر وراه كيما يقول لك راه واعد باش ينقي الرياضه باش يكون مستوى وتطور الامور. الا قعدنا كيما هكا دائما تقعد الكره الجزائريه ما تطورش. حنا الله غالب كلاعبين درنا اللي علينا، كي تجي حاجه من فوق جهتنا الله غالب النتيجه ماشي احنا اللي تحكمنا فيها اليوم، تحكموا فيها لي زاربيت، هما اللي تحكموا فيها.